هاي كونفوشيوس فيلسوف ومعلم وسياسي صيني أثرت فلسفته بشكل كبير على الصين. ركز التعليم كونفوشيوس على مبدأ رين يلي بيعني حب الآخرين من خلال استخدام القاعدة الذهبية اللي بتقول تمنى للآخرين يلي بتتمنيه لنفسك. أما بالسياسة فدعا لاعتماد مبدأ الضبط الذاتي للنفس وأكد أنه الحاكم لازم يكون مثال بالتواضع والانضباط واتباع القانون. بالتعليم ركزت فلسفة كونفوشيوس على الفنون الستة وهي الرماية، الخط، الحساب، الموسيقى، قيادة العربات والاتباع الصحيح للطقوس. أعاد كونفوشيوس كتابة العديد من أهم الأعمال الكلاسيكية التقليدية الصينية وأتباعه قاموا بتجميع تعليمه وفلسفته بأربع كتب. مين قال أنه رغم المحاربة الكبيرة لتعليم كونفوشيوس قدرت فلسفته تتحكم بالحياة الصينية حوالي 2000 سنة لنهاية القرن التاسع عشر؟ أنا قال، شوفكم بكرة.